لودجي راديو ومشاهدي قناة لودجي تيفي، فقرة خليك أجور، الفقرة اللي كنقفها أنا عائشة بوسكينة لمختلف الأيام العالمية اللي ميتت هاد النهار باش هكذا مستمعينا تبقاو ديما على بال. يحتفل العالم اليوم 27 يناير بالذكرى 78 العالمية لضحايا الهولوكوست، الذكرى التي تحييها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي تؤكد مجددا من خلال التزامها القاطع بمكافحة معاداة السامية والعنصرية وسائر أشكال التعصب التي من شأنها إثارة أعمال العنف ضد جماعات مستهدفة. ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لقيام القوات السوفياتية بتحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي أوشفيتس بيركناو في 27 يناير سنة 1945. وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا إعلان هذا اليوم من كل عام اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست. وككل مناسبة من كل عام يلقي الأمين العام للأمم المتحدة خطابا يكرم من خلاله ضحايا المحرقة، أي ملايين اليهود وغجر الروما والمعارضين السياسيين الذين قتلوا بوحشية وغيرهم ممن ظلوا على قيد الحياة، ويؤكد فيه أنه يجب أن تتضاعف الجهود من أجل تذكر الرعب الذي قاسوه والحكمة التي تعلموها في هذا الشأن. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة خليك أجور، نضرب لكم موعد لا سمي بروشان هاتشي كامل على هاتي لذاتكم الرقمية لودجي راديو وكذلك على قناتكم لودجي تيفي.